Assalamu alaikum. أنا هذا المثال write C++ class okay to represent a ball okay of a specific float radius okay. معناها هو يريد نكتب منه إنه class okay اسمه ball يحكي عن الكرة okay أو الأشياء تخص الكرة كذلك إنه يدخله float radius okay. فال private أول ما راح نعرفه إنه هو float radius okay. تمام. Provide a constructor, okay, that enables an object of this class to be initialized when it's declared, okay. يعني إنه نكتب الميثود الخاصة باستلام هذا الرقم اللي راح ينحط داخل الradius, okay, من اليوزر إنه كconstructor, okay. حتى إنه نقدر نعرفه بالمين بروجرام أول ما نعرف من مثلاً متغير من نوع البول من نوع هذا الكلاس فوراً أقدر أعطينه القيمة الخاصة بينه. This class should have methods okay to get radius okay of the ball كذلك ال volume وال area وطعنا قانون ال area وقانون ال volume okay. بعدين طلب منا test these method in the main okay. فأول شيء إنه مطلوب مننا نعمل كلاس اسمه ball okay يستلم رقم هذا الرقم هو عبارة عن float radius okay. فأنا أول ما أجي أعرف المتغيرات الخاصة بهذا الكلاس ذكروا إنه أول ما نبلش إنه عمل الكلاس okay أكتب كلمة كلاس أكتب اسمه أفتح القوس okay a private ونقطتين تمام أعرف المتغيرات إلى private هاي ما المتغيرات ما ينعمل لها access من المين بروجرام okay a float okay قال إنه radius هو float ف float radius وأسك إنه السيمي كولون okay الببليك ونقطتين اللي مكان راح أكتب بيها الميثودز طلب مني ميثود معينة خاصة اللي هي الكونستراكتر ميثود اوكي اللي راح تستلم او توفر لي لما انا بالمين بروجرام اعمل المتغير اعرف متغير من نوع هذا الكلاس فهنا اعطيه قيمته اوكي بدون ما انه احتاج اقول مثلا اي دوت جيت مثلا او سيت راديان مثلا اوكي انه حتى نفس السطر اوكي فالكونستراكتر الميثود ايش راح تتنفذ اول شيء ما بيها انه اوتبوت ما بيها رجوع ما بيها ريتيرن اسمه نفس اسم الكلاس فول وما بيها انبوت او ما بيها فانا احنا لازم يكون بيها انبوت ليش لانه باعتبار هو هذا الانبوت راح نستلمه من اليوزر اوكي ففلوت ار اوكي هذا الار راح ينحط بالريديان اوكي فداخل هاي الميثود اللي هي من نوع constructor ان اكتب الراديوس اللي هو المتغير للبرايفت اوكي راح احط بداخله الار اللي هو الراديان راح يجيني من اليوزر واسكر الحين الميثود اوكي بعد اشنو قال لي اريد كذلك ميثودات اوكي حتى لي get radius اوكي كذلك للحجم والحساب الحجم والحساب المساحه اوكي ففلوت اوكي النوع الاوتبوت اسمه جيت راديوس اوكي في حال انه المستخدم حب انه يسترجع القيمه اللي دخلها بهاي الكلاس كانه شنو كنصف القدر اوكي هي هاي الفانكشن موجوده اسمها جيت راديوس اوكي ما يدخل ادخالات شيء باعتبار هو المستخدم هو يريد منه اوتبوت اوكي فراح يستخدمه راح ترجع له ايش تعمل ريتيرن راديوس راح ترجع له اكيد البرايفت اوكي راديان اللي هو مخزون كبرايفت يعني variable اوكي اكيد هذا المتغير اللي هو اسمه r هذا يجينا من اليوزر اوكي هو اللي ندخله كذلك الميثود لحساب الاريا اوكي الاوتبوت مالته هو اكيد float اوكي float number الاريا هذا اسمه ما بيها ادخالات ليش انا ما احتاج ادخالات من الخارج انا الادخالات اللي احتاجها هي نصف القطر نصف القطر هو قيمه انه private داخل الكلاس ما اعرفه فعليش انه ادخل له شيء ادخالات فما بيها اي ادخالات ايش راح ترجع لي return المعادله اللي هي باي عفوا 4 في باي في الراديان للأس 2 R للأس 2 أوكي اللي هي الراديان أوكي اللي هي جايبتها راح يجيبها البرنامج من هوني من البرايفت أوكي هذا الراديان اللي هو من البرايفت راح يجي أوكي فهو للأس 2 فأكتب باور الراديان للأس 2 كذلك الأفلوت الفوليوم أوكي لحساب الحجم راح تطلع لي الريتيرن أوكي 4 على 3 في باي في الـ R للأس كي أوكي انا ليش عملنا الاربعة على 3.0 او ممكن اعمل 4.0 اوكي حتى انه تحولوا هذا الرقم ل كرقم فلوت لانه هو اربعة هي انتجر ثلاثة هي انتجر لكن اربعة على ثلاثة المفروض يطلع رقم فلوت لكن اذا قسمتوا اربعة على ثلاثة بس وسكتوا راح اشنو يطلع لي ناتج القسمة لكن راح انه يستثني منه الجزء الفراكشن اوكي راح يستثني الكسر راح يعطيني بس الانتجر منه
فلو قسمنا 4 على 3 راح يطلع لي 1.33 إلى آخره. أوكي، فهو لما أنا بس كتبت 4 على 3 راح يجي يكتب لي الناتج 1، فكأنه راح يضرب الباي في الآر تبعي. أوكي، لكن إذا كتبت 4.0، أوكي، حولتها إلى أنه الأربعة كانت كفلوت على 3 أو بالعكس 3 اللي هي 0.0 أو 2 ما تفرق. أوكي، المهم راح أي واحد منا ما عمله 0.0 معناها انه راح يعتبره كفلوت نمبر، فناتج القسمة اكيد راح يكون فلوت، فما راح تنهمل اي قيمة. اوكي، على هذا الاساس راح تطلع لنا الناتج الخاص بالفوليوم اكيد دقيق، وليس انه لما هون يقرب بس واحد يعني راح يكون الناتج بالنهاية ما دقيق. اوكي، فهاي انه انتبهوا على الملاحظة. هسا انا خلصت كل الميثودات المطلوبة مني، بس بقى اعمل له تيست بالمين بروكر وخلص انتهي. فافتح المكتبات البرمجية واكيد ما انسى البولدت ايج، وكذلك لا تنسوا تكتبوا ملاحظة بنهاية الحل انه نهاية حل الكلاس انه راح نعمل خزن لهذا الملف بنفس اسم الكلاس، اوكي، لكن دوت ايج بولد دوت ايج على اساس انه هو هيدر فايل. اوكي، الانتجر مين، ولا تنسوا من تكتبوا الانتجر مين تكتبوا بنهاية السؤال ريتيرن زيرو وسيمي كولن. اوكي، اعرف المتغير مثلا سميته اي، فاكتب بول اي واحط له القيمة، فهاي الواحد هي نصف القدر. اوكي، ونشوفوا فائدة الكونستركتر انه انا لما جيت وعرفته ما كتبته بول اي مثلا هوني بالحالة اللي اول مرة لما تعلمنا على كلاس بول اي واسكت. اوكي، بعدين لازم اقول اي دوت مثلا سيت راديان. اوكي، set radian واكتب هي تساوي انه واحد مثلا. اوكي، او set radian ادخلها داخل القوس تساوي واحد. اوكي، فهاي لما عملنا الكونستركتر حتى نتخلص من هاي السطر انه نعمله كسطرين. اوكي، يعني هاي التعريف صار كسطرين. اوكي، هوني صار بسطر واحد وفورا ما محتاج اساسا ميثود جديدة حتى انه اعملها يعني عن طريقة اخذت القيمة من اليوزر. اوكي، حتى الميثود اللي هنوك تكون اسهل. اوكي، بس مجرد انه هي ما بيها output ما بيها return، اسمع على اسم الكلاس، ممكن يكون بيها ادخالات او ما ممكن، لكن احنا بكل حالاتنا احنا نتعامل معها هوني انه بيها ادخال باعتبار انا داخل منه لليوزر الادخال نصف القطر الى اخره. اوكي، فبال اسمه اي، الانبوت اللي داخله هو نصف القطر اللي هو واحد. فبس مجرد نعمل تيست للفانكشنات او عفوا الميثودات اللي قدمناهم، ففلوت مثلا حرف اسمه اس. اوكي، يساوي اي اللي هي هذا الرقم هذا المتغير اللي من نوع بول اللي هو تبع للكلاس دوت جيت ريديس. اوكي، فالمفروض لما اطبع هذا الاس اوكي يرجع لي واحد. اوكي، وانا عملتونه كفلوت فراح يرجع لي 1.0، باعتبار انه الريديان غالبا راح يكون فلوت. اوكي، لكن انا هاني من دخلته كقيمه دخلته كانتجر، فهو من رجع لي هو راح يطبعه كفلوت، فما راح يكتبوا واحد كما دخلته، انما يكتبوا واحد دوت يعني بوينت صفر. كذلك عملت متغيرين، واحد خليته ب اي دوت اريا اوكي للمساحه، الثاني خليته ب اي دوت فوليوم حساب الحجم. اوكي، كذلك اكيد ما راح ادخل الادخالات هذول الثلاثين لان هم اساسا راح يعتمدون على الادخال اللي دخلته اول مره اللي هو الريدين اللي مخزون داخل الكلاس. اوكي، كبرايفت فاريبل. اوكي، بعدين بس مجرد طبعتهم، انت ما مطلوب منكم هذا الشيء، يعني ما مطلوب منكم تحلون نظر وتكتبون نتيجه الطباعه، بس مجرد تعملون التست. راح نكتب المكتبات البرمجية انتجر مين. اوكي، اعرف المتغير من نوع الكلاس، بس مجرد استخدم الميثودات اللي انا عملتوها بالكلاس. اوكي، ان كانت يعني بها اوتبوت راح اكتب مثلا فلوت، شوف مثلا هاي اس يساوي كذا الميثود انا راح استخدمه، اذا ما كان بها مثلا اوتبوت فورا انه استدعيها الى اخره. تعرفون كل وحده عشان تستدعى الفريند فانكشن عشان تستدعى وهكذا، بس مجرد بالنهايه الاشياء مثلا هون عملتوا قيمه الاريا مثلا فوليوم اكيد راح اطبعها وبس ريتيرن زيرو وانهي البرنامج. هنا هذا السؤال الثاني يقول create a class okay called rational okay من قصده انه قسمة او يعني شيء مثل بسط ومقام okay رقم okay for performing arithmetic with fraction okay use integer okay طعنا نوع المتغيرات integer variable to represent the private data okay of the class. تمام، وش هي هاي ال private data اللي هي او private variable؟ هي واحد اسمه the numerator okay اللي هو البسط، وده denominator اللي هو المقام. okay
شوف كل خطوة خطوة هو يعطيني، أنا بس مجرد أرتبها بالحل. أوكي أبروفايد أم كونستراكتور. أوكي حتى نفس الفكرة أنه هم يجي أحكيها أنه لما اليوزر يعطيني القيم أوكي أو يعرف المتغير من نوع الكلاس فورا أنه يقدر يعطيني القيم، لكن حط شرط له آخر، قال أريد كذلك كونستراكتور آخر أنه في حال لما اليوزر ما يعطيني قيم بس يعرف المتغير أوكي أنه راح يعطي البرنامج ديفولت فاليو أوكي انه تكون تساوي 1/4، الواحد هو النيوميتر والاربعة هي للدينيوميتر. اوكي كذلك قال انه الببليك ميثود اوكي لازم تنفذ الواجبات او المهام التالية. هذول التاسكات هم اي، قال printing rational numbers اوكي انه ميثود للطباعة ايش اسمه برينتر اوكي هذا اسمه طعانه هو. كذلك يقول شرط لما يكون الانبوت على هاي الفانكشن او هاي الميثود يساوي صفر اوكي فهاي الفانكشن لازم تطبع لي الرقم اللي هو نيوميريتر والدينيوميريتر اللي هو ريشنال نمبر اوكي تطبع لي هو بهذا الشكل، يعني تطبع لي مثلا انا دخلته لهاي الميثود مثلا 2 و4 اوكي فهو لما ادخل معاها رقم صفر اوكي راح تطبع لي هذا الرقم اللي هو 2/4 تطبع لي هو 2/4 كما دخلته اوكي 2/4 اوكي طبعا انا من ادخله اكيد راح ادخله بهذا الشكل اللي هو 2.4 تمام فاريد لما اقله انه ادخل معاها رقم صفر تطبع لي هو 2/4 اوكي لكن بغير حالات اوكي لما ما ادخل معاها صفر اريد تطبع لي هو كايش print number of in floating point format يعني ايش نو يعني راح تقسم 2/4 وراح ترجع تطبع لي هو انه نصف اوكي بهذا الشكل هذا قصده بهذا المطلب الاول اوكي المطلب الثاني ايش اقول انه الاوبريتر اللي هي زائد اوكي لعمليه الجمع adding to rational numbers اوكي شوف كذلك يعطينا ملاحظة انه هاي الفانكشن لازم تكون كفريند اوكي فريند فانكشن كذلك الاوبريتر الماينس اوكي حتى تطرح رقمين ريشنال اوكي هاي هم كذلك تكون فريند علامة الضرب اوكي اوبريتر ستار للمالتبلاي تو ريشنال نمبر كذلك فريند اوكي والاوبريتر اللي هي القسمة ديفايدنج تو ريشنال نمبر كذلك تكون فريند اخر مطلب انه test this function or method in the menu program. فهو شفت سؤال خطوة خطوة مبين لنا ايش يريد مننا. فأول شيء لما عمل الكلاس اكتب كلمة كلاس اكتب الاسم اللي اعطاني هو افتح القوس وابدأ الشغل. اول شيء اعرف له private فاكتب كلمة private النقطتين اوكي ابلش هو قال لي انه عندي متغيرين هذول المتغيرين اوكي قال use integer variable معناتها المتغيرات مالتي يعرفك كانتجر اوكي ال private data of the class اللي هي numerator و denumerator يعني حكى لي كلها بس ارتبها اوكي فسميتوها num numerator و denumerator den حتى بس بسهولة لا اكتب كلمات كثيرة وضيع وقت اوكي وهم كانتجر تمام بما ان اثنين انتجر اعرفهم باللاين واحد بيناتهم فاصلة لما انهي سيمي كولون اوكي البابليك اكتب كلمة بابليك احط النقطتين كذلك وابلش اكتب الميثود اللي طعن هي اول شيء قال لي اريد constructor اوكي هاي constructor حتى اليوزر فورا من يقدر يعطي المتغير اوكي يعمله من نوع كلاس هذا الكلاس اللي انا اشتغل عليه فورا يقدر يعطي القيم اللي غيرها طبعا هسه انا عندي قيمتين اوكي فتذكرون اول شيء بس شو بالكونستراكتور اوكي او شو السؤال خطوه خطوه التسلسل اوكي فالكونستراكتور ما بي اوتبوت اسمه على اسم الكلاس اجي احط اسم الكلاس نفسه افتح القوسين اوكي هاي القوسين انا عندي متغيرين فراح اكيد اليوزر يدخل لي متغيرين على هذا الكلاس فانتجر اوكي باعتبار هو انتجر القيم مثلا ان مختصر دائما نحاول انه الكلمه اللي هي مثلا راديان اللينث الويث الى اخره الكلمة كاملة او اقرب ما يكون الى كاملة بالبرايفت لما تحرفوها لكن لما تاخذوها من اليوزر اكتبوا مثلا حرف اول حرف منه حتى انه تعرفون اوكي تكون سهلة عليكم فاصلة كذلك انتجر دي اوكي فدي هي للدينيوميتر اوكي افتح القوس اقول النيوميتر دائما اللي على اليسار هو البرايفت ليش لانه بالبرمجة الشيء اللي باليمين هو اللي يحطه باليسار اوكي منها اقول اكس يساوي واي اوكي اشكو بواي رقم راح يشيله ويحطه باكس فانا اريد اشيل هذا المتغير اوكي اللي هو الان اللي اخذته من اليوزر احطه بالمتغير اللي انا عندي هو بالكلاس فالان هو اللي احطه بالنيوميتر فاقول نيوميتر يساوي الان ودي نيوميتر هو اللي يساوي دي وكذلك السيمي كولون لا انساها واسند القوس اوكي
قال لي شغلة الأخ، قال لي أريد constructor أخرى لما اليوزر ما يعطي قيم من عنده بس يعرفه وهكذا يتركه، أريده أنه تعطونه default value للنيوميراتر والدينيوميراتر، اللي هي أشنو؟ واحد للنيوميراتر والأربعة للدينيوميراتر، أوكي؟ وكأنه راح يعطينه ربع لهذا الراشنال نمبر، أوكي؟ فكذلك بما أنه constructor ما بين أرجع، أوكي؟ ما بينه ريتيرن ما بينه اوتبوت، اسمه نفس اسم الكلاس، وادخله اوكي لا ادخله شيء اوكي لان اليوزر هاي ما دخله شيء، فبس مجرد افتح القوس وافتح القوس اقول النيوميريتر راح يساوي واحد، لان هو قال لي انه النيوميريتر عمل واحد والدينيوميريتر هو يساوي اربعة مثل ما قال انا عاد عمل. طيب هسه هوني البروجرام لما راح يجي ينفذ الكومبايلر ايش راح يعرف؟ انه مثلا ما راح يعترض، ما راح يقول اكو عندي ميثودين بنفس الاسم، لا ما راح يعترض. ليش؟ لان كنا هوني عدد الادخالات هوني اثنين وهوني ما اكو ادخال، كذلك لو اكو هوني مثلا ادخالين ممكن يكونوا لازم يعني بغير نوع داتا تايب، مثلا هوني مثلا ادخلهم كفلوت، اوكي ممكن احمل يقول لكم يجي يعدل على هذا السؤال يقول اعملوا كونستراكتر او اعملوا المتغيرات بحيث انه يكون عندي فلوت او عندي انتجر يجيني الادخال، فحسب كل وحده وحده. فاذا الداتا تايب مختلف راح يعتبرهم كل وحده مثل واحده، اذا عدد الادخالات كذلك مختلف كل وحده راح يعتبرها مثل واحده. فهون عندنا شرط العدد الادخالات والمتغير، هاي الميثود هي بها ادخالين وهاي الميثود هي بها انه صفر ادخال، فلما راح يجي البروجرام يشتغل عليها راح يشوف اليوزر دخل له يعني لما استدعاها دخل له ادخالين راح يجي ينفذ هاي، ما دخل شيء راح يجي ينفذ هاي. هسه المثال اللي بعده البرينتر، اوكي هو قال لنا المفروض طبعا بهذا الحل، اوكي هذا طعانه اسمه، فالمفروض انا اكتب اسمه كامله اوكي بالحل، ما مثل هوني كاتبيها بي ار تي، اوكي لو ما حكى لي انه اسمه اللي اكتبه ما شرط علي الاسم او ما قال لي اعمل ميثود اسمه كذا، انا عادي اكتب اي اسم، اوكي اكيد اسم مستوحى من عمله، لكن بما انه شرط علي هوني المفروض تكتبوها نفس ما مكتوبه بالسؤال، اوكي هاي الميثود ما تم طباعه فانه اشنو رجع لي دائما الفويد، اوكي الاش راح يدخل عليها انتجر اي. ليش؟ هو قال لي بالسؤال اعمل جمله الطباعه، اوكي عمل جملة الطباعة، وإذا دخل لك الانبوت على هذه الفونكشن هو صفر فأطبع لي الرقم الريشنال نمبر أطبعه كالنيميريتر على الدينيميريتر يعني بسطو مقام، لكن إذا ما دخل لك صفر دخل لك أي شيء آخر أي رقم آخر ما مهم إيش ما كان قيمته أطبعه كفلوتينج بوينت فورمات، يعني قسم النيميريتر على الدينيميريتر وبالفعل طلع لي قيمة، أوكي فمثل ما فكرت أقول واحد على اثنين هاي بسطو مقام ونصف هي نفس القيمة بس بعد ما قسمت الواحد تقسيم اثنين، أوكي فأجي هوني الفويد، أوكي باعتبار ما عندي نوع رجوع باعتبار رح يطبع، أوكي مدام طباعة فتعملوها void، أوكي اسمه الإدخال مالتي انتجر أي، هذا الأي إما رح يكون صفر اوكي وساعتها راح يطبع لي مثلا النيوميراتر على الدينيوميراتر مثلا راح يطبع لي واحد على اثنين مثلا، اوكي او يكون اذروايز اي شيء اخر ما مهم، اوكي راح يطبع لي هي الواحد على اثنين راح يطبعها مثلا كنصف، اوكي طبعا الواحد او الرقم الفوق هو عائد على النيوميراتر، اوكي والثاني هو النيوميراتر، اوكي فاعتقد له اف هاي الاي اللي دخلت تساوي صفر اطبع لي ايش نو طبع لي بيرسنتج دي القيمه كما هي، لانه ليش بيرسنتج دي يعني كذا سموه يعني هي اساسا القيم بالبرايفت معرفه كانتجر، اوكي فبيرسنتج دي هاي الشارحه، اوكي هاي مجرد طباعه بيرسنتج دي واسد هاي الاقواس مال الطباعه، اعمل فاصله للمتغيرات اوكي نيوميراتر ودينيوميراتر. خليني اشرح هاي جمله الطباعة، هو لما يجي يطبع انا اشك بين هذولي الاقواس الاقتباسي اكتب نفس ما هم باستثناء لما يشوف بيرسنتج وشغله وحرف، اوكي هاي اشك مكانه، اوكي مثلا انا اقول رحمه مثلا معدل رحمه، اوكي الافرج مال رحمه افرج مال رحمه مثلا هو يساوي وكذا اطبع بيرسنتج دي، اوكي وانا اخليها داخل جمله الطباعه عفوا، اوكي هاي جملة الطباعة هاي الأقواس أشكو بداخلها هاي الأقواس الاقتباس راح يطبعها كما هي، بس لما يشوف البيرسنتج وبعد الحرف هوني ما راح يطبع، هذا راح يطبع الأفرج مال الرحمة يساوي هاي كلها راح يطبع، بس راح يشوف البيرسنتج راح يجي هوني بعد هذه، أوكي على هاي العلامة بعدها أشكو هوني راح أطبع المتغير، مثلا أنا سميته الأفرج عرفتونه هوني داخل البرنامج مالتي باسم أي، أوكي وسديته فراح يجي يشوف الأي
يعني انا مثلا لو اكثر من متغير بالتسلسل، اوكي لازم ارتبه، فاي راح يجي يطبعها مكان هوني، فاي مثلا كانت متغيره عباره عن مثلا رقم مثلا 94، اوكي فراح يجي هال 94 يحطه هوني، اوكي فهاك راح تطلع لي جمله الطباعه بالنهايه. نفس الحاله هوني انا ايش عاد اقول له؟ انه اذا كان الاي يساوي صفر شرط علي بالسؤال، اوكي انه لما اطبع المتغير، اوكي لما اي يساوي صفر لما اطبعه يكون النيوميريتر على الدينيوميريتر، فانا قلت له برسنتج دي. ليش؟ لانه انا ما عندي النيوميريتر ايش قد هو، انا عندي هو داخل البرنامج وهو راح يجيب من البرنامج يحطه بما يكفي هون. برسنتج دي يعني ديسمال، فاطبعه كديسمال. احط شارحه، هاي راح يطبعها نفس ما هي، ما عنده دلالات معينه داخل جمله الطباعه، اوكي على ايش قد، كذلك برسنتج دي. خلصته ممكن انا اكتب طبعا طباعه ذا ريشنال نمبر از الى اخره، بس هو قال لي بس انه طباعه واحده فلا ازيد حكي، اوكي بس خلصته هاي الاقواس تمام. راح اكتب فهرزه، هذه احط بعد المتغيرات، اول متغير راح يطبعه هوني، ثاني متغير راح يطبعه ثاني مره ان وجدت البرسنتج دي هكذا. برسنتج اف هو ما راح يحاسبني يقول لي هذا لا هو انتجر ليش طابعه مثلا فلوت او الى اخره، ما يهمه، اوكي راح يجي مثل ما هو هذا المتغير مثل ما وين تسلسله راح يجي احطه. فاول شيء راح احط النيوميريتر، اوكي لان شاف البرسنتج دي، بعدين شاف فهرزه عفوا الجمله يعني القوس او سهم القسمة، اوكي سلاش هاي الخاصة بالقسمة راح يطبع نفس ما هي لان ما لها دلالة معينة عنده. برسنتج ال دي راح يجي يشوف وين المتغير الثاني راح يجي يحطه مكانه، اوكي فبالنهاية راح تطلع هاي الجملة مثلا لو كان نيوميريتر واحد دي نيوميريتر اثنين فراح يطبع واحد على اثنين، اوكي لكن else في اي حالة اخرى otherwise اي مهما كان هاي الاي اطبع لي اوكي برسنتج اف. ليش؟ لان انا راح اقسم وقال لي راح يصير فلوتنج نمبر، اوكي باعتبار رقم فلوت، اوكي برسنتج اف بس ما عندي شيء اكتبه يما، ما قال لي اكتبي مثلا انه هاي الرقم كفلوت نمبر او الى اخره، قال لي بس اطبعيها كفلوت. فايش راح اعمل؟ الفلوت اوكي برسنتج اف دلاله عن اطبعها كفلوت نمبر فاصله، اوكي خلصته انا ما عندي كثير متغيرات راح يصيرون هما بالنهايه متغير واحد اللي انا راح اقسمهم النيوميريتر على فلوت اوف دي نيوميريتر، اوكي او اقدر اكتب فلوت اوف نيوميريتر على الدي نيوميريتر او اثنين فلوت ما تفرق. هاي ايش معناها؟ هاي تذكرون بالمثال الاول لما قلنا انه اريد انه مثلا ثلاثة على اربعة، اوكي بس حتى يطلع الناتج كفلوت نمبر اقول 3.0 او 4.0 او اثنين، بس هون انا ما عندي نمبر يعني النيوميريتر ايش قد هي قيمتها، ما يصير اكتب نيوميريتر دوت صفر. فعندنا طريقة اخرى اسمها التايب كاستنج، تايب يعني انه النوع، اوكي كاستنج يعني التلبيس، اوكي يعني هون اعتبرها بين قوسين هذه هي النيوميريتر هي صح هي انتجر بس اعتبرها هون كأنه فلوت، اوكي انلبسها فلوت وحوطه قوسين الفلوت، اوكي فاعتبرها انه كأنه لبسته لبس الفلوت وكأنه اعتبرها فلوت. فايش ما راح يجي النمبر هوني مثلا هو 2 راح يجي 2.0، فلما راح يجي قسم الواحد على 2.0 راح يطلع لي 0.5. اذا ما عملتوا هاي الحركه راح يقسم عادي، هو راح يقسم الواحد على 2 بس الواحد والاثنين هما انتجر فاكيد ناتج القسمه لازم يكون انتجر، فهو راح يقسمهم راح يطلع له رقم 0.5 بس لما يجي يطبعها هي خلص هي انتجر، اوكي فايش راح يعمل؟ راح يكتب صفر، اوكي راح ياخذ بس الرقم الانتجر، يهمل الفراكشن يهمل الكسر، اوكي فلازم تنتبهون على هاي الملاحظه. كذلك هسه نيجي على الميثود الثانية اللي هي قلنا هي تكون من نوع فريند، اوكي فاكتب كلمة فريند اكتب اسم الكلاس اجي اسميها، هو هاي راح يعمل اوفرلودنج كذلك فسميناها اوبريتر بلس، اوكي هاي انه عبارة عن اوفرلودنج انه علامة الجمع. هسه لما استخدمها بالمين بروجرام هاي ما تعني جمع عادي وانما تعني فانكشن او ميثود كاملة. راح ادخلها كذلك رقمين باعتبار انا اريد اجمع رقمين، هو اساسا قال لي بالشروط مالته قال لي اريد تعمل فريند فانكشن، اوكي اوكي تكون تجمع adding to rational number، اوكي فراح تجمع لي رقمين، اوكي فانا اكيد راح يتخلى رقمين. return راح اعمل المعادله الخاصه بالايش عمليه الجمع، طبعا اكيد افتح قوس الريتين، اوكي هذا قوس الريتين تمام اكتب داخله الريشنال، يعني هذا الرقم راح يرجع لك اعمله كريشنال، يعني شنو كانه رقم بسطه مقام كذلك النيوميريتر والدينيوميريتر، اوكي عملية جمع مثلا أي رقمين مثلا واحد على اثنين مثلا بلس أربعة على ثلاثة، أوكي لما أجي أجمعهم أشرح أعمل ما راح أوحد المقامات أقول اثنين في ثلاثة، أوكي
واثنين في ثلاثة، هاي ثلاثة اوكي، تقسيم هاي الاثنين راح يطلع اثنين راح تروح مع اثنين، راح تظل ثلاثة في الواحد اوكي، ثلاثة في الواحد. وكذلك بلس هذا البلس هون ينزل، الاثنين في ثلاثة تقسيم هاي ثلاثة راح ثلاثة مع ثلاثة تروح تظل اثنين في اربعة. وكأنه ايش حيصير المعادلة، حتى انه انا ايش راح اكتبها لهاي يعني غير انه ابسط عن نفسي. فراح اقول النيوميراتر الناتج البسط هتشوفون الناتج هو عبارة عن الدينيوميراتر مال الرقم الثاني في النيوميراتر مال الرقم الاول مجموع مع الدينيوميراتر مال الرقم الاول في النيوميراتر مال الرقم الثاني. تشوفوا اي دوت دينيومير اي دوت نيوميراتر اللي هو الواحد في البي دوت دينيوميراتر اللي هو الثلاثة زائد هاي البلس الاي دوت دينيوميراتر اللي هي الاثنين اوكي في البي دوت نيوميراتر اللي هي الاربعة اوكي. بس انت مكتبوها على ورقة وقلم شوي شوي راح تفهموها. المقام مال هذا الرقم الريشنال انا عاد اعمله كاوتبوت او كريتيرن هاي الفانكشن اوكي او فريند فانكشن هو الاي في الدوت دينيوميراتر في البي دوت دينيوميراتر اوكي. فبكل بساطة بهذا الشكل. كذلك هوني الريشنال لانه عاد دخل عليها الارقام فالريشنال هذا الناتج اللي هو الاول هذا المعادله اللي هو البسط فاصله لا تنسون المقام. نفس ما قلنا انه باعتبار الريشنال مثل ما انا عاد ادخل مثل ما استخدم بالمين بروجرام اكتب مثلا الريشنال اي اوف 1 و2 انا عاد اعمل قيمه او يعني variable بعبارة عن رقم rational هو انه واحد على اثنين اوكي. نفس الحالة هون يدعم rational اوكي. افتح قوسين الرقم الاول هو البسط والرقم الثاني هو المقام. فانا الرقم الاول هو البسط انا عمتوه هون كمعادلة فاصلة اكيد الرقم الثاني اللي هو المقام. الميثود الثانية كذلك قال لي لكن انه اشنو كذلك هي من نوع friend لكن اريد انه عملية طرح اوكي. كذلك اكتب friend اوكي دلالة على انه هي friend function irrational اسم الكلاس اجي اعملها سماها قال لي يسميها operator minus اوكي. كذلك يتخلى الرقمين نفس العملية بالضبط بعتبر الجمع او الطرح ما تفرق اوكي. بس مجرد هاي علامة الزائد راح تصير ناقص اوكي تمام. وكل الباقي نفسه. الميثود الثالثة كذلك اكتب friend rational operator وعلامة الستار ادخل الرقمين هاي يريد يعمل multiply فكذلك return rational اوكي. اشنو هي المعادلة مثلا انا اريد اضرب واحد على اثنين في ثلاثة على اربعة فاشنو راح اضربهم هذولي اوكي. البسط في البسط اوكي والمقام في المقام اوكي. فراح ايش راح يساوي ثلاثة على ثمانية ماشي. فالمعادلة ايش راح يكون البسط جاي من ايش في البسط مال الاول في البسط مال الثاني في اي دوت نيوميريتر في البي دوت نيوميريتر. كذلك المقام وين جاي من ضرب مقامي الرقمين اوكي فاي دوت نيوميريتر دينيوميريتر عفوا في بي دوت دينيوميريتر اوكي. الفانكشن الرابعة والأخيرة كذلك friend function rational اوكي نكتب اسم الكلاس كذلك الاوبريتر وهي علامة القسمة ادخل لها الرقمين rational return rational اوكي. هسا اشنو راح يدخل لها كنيميريتر كدينيميريتر انا عندي رقمين rational اريد اقسمهم على بعض واحد على اثنين مثلا اريد اقسمه على ثلاثة على اربعة حتى ارتب المعادلة بس راح اقلب هذا المقام الى بسط والبسط الى مقام واطلع من فوق فراح يصير واحد على اثنين في مقلوب هذا الريشنال نمبر فيصير في أربعة على ثلاثة أوكي. هسا صار عندي ضرب عادي فالواحد في الأربعة والاثنين في الثلاثة بس الواحد في الأربعة كانت الواحد هو النيميريتر مال الرقم الأول صار في الدينيميريتر مال الرقم الثاني أوكي. فأي دوت نيميريتر في بي دوت دينيميريتر أوكي لأن هذا كان مقام الرقم الثاني. كذلك هذا الاثنين هو مقام الرقم الأول في صار في النيوميريتر مع الرقم الثاني اوكي. اسد القوس واسد قوس الكلاس والفارزة المنقوطة ولا انسى عطني الملاحظة انه هذا البرنامج ينحفظ اوكي كريشنال دوت ايج اوكي اسمه دوت ايج. هسه التست على هذا البرنامج فاقول عارف المكتبات البرمجية اكيد ما انسى المكتبة البرمجية مال هاي هذا طبعا مالتي اوكي لان صنعته انتجر مين ولا انسى بنهاية البرنامج وانا كتاب كتبته انتجر لازم اعمل ريتيرن زيرو. عرفت اول متغير اللي هو ريشنال اي ما اعطيته قيمه لاحظوا. فاحنا تذكرون عملنا كونستراكتور خاصه اذا في حال يوزر ما اعطى قيمه لما عرف رقم من ريشنال ايش راح يعطيه راح يعطيه اوكي قيمه 1 على 4 اوكي هاي ال1 على 4 فمعناتها اي ايش تساوي هوني اي تساوي 1 على 4
ماشي. المتغير الثاني عطينا هاي طبعا كيفكم يعني ما لها اكثر من متغير، متغيرين كافي لانه انا دائما بيناتهم عملية جمع وطرح وضرب وقسمة، فمتغيرين يكفي. ريشنال ب 2 و 5، فب ايش يساوي؟ 2 على 5 لان الرقم الاول هو النيوميريتر والرقم الثاني هو الدينيوميريتر. اوكي ريشنال سي ايش تساوي؟ اي زائد بي. شوف فائدة الاوبريتر، بس عملنا هاي الجمع اسهل مما انه اقول اد وما ادري ايش وهكذا، هاي اسهل شيء راسا اقول جمع ضرب طرح قسمة. شوفوا بس عرفنا متغير اللي هو من نوع الكلاس اللي هو راح ينحط به ناتج، اوكي فاكيد راح يكون الناتج هو كذلك ريشنال نمبر. اوكي فالريشنال سي دي اي اف، اوكي الاول هو حاصل ضرب جمعة والثاني طرحهم ضرب وقسمة، بس مجرد اشنو طبعتهم. طيب انا اشنو راح اطبعهم؟ اوكي عندي جملة طباعة، علاش اعمل برنت اف؟ كأنش عملت جملة طباعة مثلا، فرح أقول بس هذا الريشنال اللي هو سي سميته سي دوت البي ار تي اللي هو جملة الطباعة واسم الفنكشن الخاصة بالطباعة. أوكي فبندخل عليها صفر، معناها شنو رح تطبع لي هي ان على دي. أوكي رح تطبع لي كذا على كذا، لكن من دخلت عليها مثلا رقم واحد عشرة مليون ما مهم، رح تطبع لي هي تقسمه وتطبعه. أوكي لتنزيل وانتهى البرنامج.